أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان لها أن 110 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 386 في الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت الوزارة أنه بذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 25,700 شهيد، فضلا عن 63,740 مصاب. يا الباشا، ما فيش كويس، ما فيش.